حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة الوعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، وسنتعرض بحلقتنا لهذا اليوم على أهم الفعاليات التي تقوم بها الوزارة، والبداية من العناوين. البيئة تطلق حملة توعوية وتنظيف على ضفاف نهر دجلة في منطقة الإجراعات ببغداد. دائرة التوعية والإعلام البيئي تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مديرية بيئة نينوى وكلية الحقوق في جامعة الموصل تحت عنوان تأثيرات التغيرات المناخية. دائرة شؤون الأرغام تطلق غرفة عمليات معلوماتية مشتركة بهدف تقييم المواقع المطهرة من الأرغام والمقذوفات الحربية. ونشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. المهندس نزار آمدي، نظمت وزارة البيئة مديرية التغيرات المناخية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة تشاورية لإكمال كافة التقارير الفنية للفرق القطاعية والتقاطعية، متضمنة المشاريع والبرامج الخاصة بكافة القطاعات المتأثرة بتغير المناخ في كربلاء المقدسة. الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الذي أناب عن وزير البيئة بيّن أن الورشة تتضمن منهاج موسع أهمها تقييم حجم الهشاشة وفق آخر البيانات الحديثة وإجراءات التكيف والتخفيف التي تنفذها الوزارات القطاعية، واستعراض التجربة الرائدة في كربلاء المقدسة للمشاريع التي تنفذها الحكومة والمحافظة، إضافة للدور الكبير الذي تقوم به إدارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في دعم القطاع البيئي بمشاريع متنوعة وناجحة. ومن جهة، أشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة الدكتور علي اللامي أن السيد رئيس مجلس الوزراء تبنى شخصياً ملف البيئة والتغيرات المناخية، لذلك نجد وبفترة قياسية التقدم في إبرام عقود والمضي بمشاريع مهمة، ومنها عقود استثمار الغاز المصاحب وأخرى في استثمار الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء والنهج الجديد في الزراعة المستدامة لعام 2024. على الصعيد نفسه، بيّن مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون أن وزير البيئة يشرف بشكل مباشر على الخطة الوطنية للتوعية في التغيرات المناخية، وأن هذه الورشة تعد إحدى جهود الوزارة في موضوع تنمية الوعي لدى الوزارات القطاعية. أكد وزير البيئة المهندس نزار آميدي أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجهها البلاد، وأهم المعالجات الآنية والمستقبلية للحد من تداعياتها. هذا ما جاء خلال استقبال وزير البيئة سفير الجمهورية العربية السورية السيد صدام جدعان الدندح في مكتبه بمقر الوزارة، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتحديدا فيما يتعلق بالملف البيئي وسبل تطويرها بما يخدم الواقع البيئي لدى البلدين. حملة تنظيف كبرى نفذتها وزارة البيئة بالتعاون مع أمانة بغداد ومنظمات المجتمع المدني لرفع أطنان من الأنقاض والنفايات من ضفاف نهر دجلة في منطقة الإجراعات ببغداد، وحملات توعية لأصحاب المطاعم والمقاهي المنتشرة على ضفاف نهر دجلة. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها سويا من خلال التقرير الآتي، فلنتابع. حملة توعية وتنظيف أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع أمانة بغداد وعدد من منظمات المجتمع المدني بمشاركة الفرق التطوعية بهدف نشر الثقافة البيئية والحفاظ على البيئة النهرية
من التلوث. حقيقة حاليا في ضفاف نهر دجلة منطقة مسناية منطقة العظمية مقابل محلة 312، حقيقة هاي الحملات اللي يشوفونها حقيقة برعاية قسم تركيا مرأة أمانة بغداد ودوائر وزارة البيئة ومنظمة المجتمع المدني، حقيقة هاي الحملات تهدف إلى تطوير الواقع البيئي ونشر الثقافة البيئية فيما يخص نهر دجلة الخالد، اللي احنا بغداد معروفة بنهر دجلة يعني عمر بغداد ويا نهر دجلة، فهذه حقيقة الحملات التوعوية يعني السلطة الضوء على أهمية محافظة على نهر دجلة ونظافته، لأنه المتنفس الأهالي بغداد حقيقة احنا حاليا بالعظمية باشرت منذ فترة قبل ما يقارب أسبوعين تطوير الضفاف وحقيقة بتأهيل ونظافتها من منطقة قرعات باتجاه منطقة العظمية، وعندنا حاليا حفارة بالضفاف تقوم بتنظيف الضفاف والاعتناء بها. قامت وزارة البيئة بمشاركة أمانة بغداد هذا اليوم في هذه الحملة لتنظيف ضفاف نهر دجلة، وذلك لنشر الوعي البيئي بين شرائح المجتمع المختلفة في المناطق السكنية ليكون هناك تعاون في الحفاظ على البيئة في داخل بغداد لنصل إلى بيئة آمنة جميلة تسعد الجميع إن شاء الله. الحملة شملت تنظيف ضفاف الأنهر من النفايات الموجودة من منطقة القريعات باتجاه العظمية، فضلا عن حملة توعية وتثقيف لأصحاب المنازل المطلة على النهر بهدف تعريفهم بقيمة تلك الحملات وبضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على المصادر المائية واستدامتها باعتبارها مسؤولية وطنية وأخلاقية. ينفذ قسم تمكين المرأة بالتعاون مع قسم الإعلام وبلدية العظمية في أمانة بغداد حملة لتنظيف ضفاف نهر دجلة، وكذلك بحضور وزارة البيئة لدعم هذه الحملة. بالحقيقة هاي الحملة هي تنفيذا لخطة فريق المرأة الوطني الداعم للطاقة وتقليل الانبعاثات. هي الحملة بها عدة محاور، انه تنظيف ضفاف النهر، وكذلك حملة توعية وتثقيف للبيوت المطلة على النهر للمحافظة على البيئة كونها هي من مسؤوليتنا ان شاء الله. وتأتي هذه الحملة استكمالا لمتطلبات الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة في وقت سابق تحت شعار انقذوا نهري دجلة والفرات من التلوث لخلق مكان آمن وصالح للعيش في بيئة خالية من الأمراض. علينا جميعا حماية البيئة يدا بيد لبيئة أجمل وأنقى. انظر يا عم علاء الدين، أرى دجلته قد شح وقل زراقه ونقاوته. نعم سندباد، هذا بسبب التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار والناتجة من رمي النفايات والأنقاض من الأنشطة الصناعية. ماذا تعني بالأنشطة الصناعية؟ الأنشطة البلدية والنفطية والصحية والكهرباء ومنشآت القطاع الخاص كلها عليها مراعاة عدم رمي نفاياتها في مصادر المياه. وماذا على المواطن من مخالفات؟ بعض المواطنين يرمون مختلف الأنقاض والنفايات والحيوانات النافقة، والمخيف أكثر أقفاص الأسماك التي يزيد عددها عن المعقول، كلها تسبب مشاكل تلوث تطال دجلة والفرات. لابد للوزارات المعنية أن تهتم بهذه الأنشطة ومراعاة الحفاظ على سلامة دجلة والفرات. لا تنسى ولدي سندباد أن هدر المياه بات مشكلة كبيرة، لابد للمعنيين في شأن التوعية حث المواطنين بعدم الهدر بمياه الشرب، لأنه سيهدر الأموال ويزيد من كميات مياه الصرف الصحي الغير معالجة، وبذلك سيزداد التلوث على مصادر المياه. جميل جدا هذه الإذاعات المتنقلة وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية. العراقيون معروفون بغيرتهم وشهامتهم وحبهم لوطنهم، ولا بد لبلد الحضارات العراق أن ينفض غبار الماضي ويتألق أكثر وأكثر مثلما كان في كل العصور. ندوة
تثقيفية أقامتها دائرة التوعية والإعلام البيئي بالتعاون مع مديرية بيئة نينوى وكلية الحقوق في جامعة الموصل لتعزيز أطر التعاون بين وزارة البيئة والمؤسسات الأكاديمية وإشراك المؤسسات التعليمية في تكثيف الوعي البيئي لدى طلبة الجامعات فيما يخص موضوع التغيرات المناخية والقوانين البيئية. تفاصيل أكثر من خلال التقرير المصور الآتي فلنتابع سويا. تكثيف برامج التوعية البيئية من خلال عقد الندوات والورش لمواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على وضع حلول ومعالجات للمشكلات البيئية، هذا ما جاء في الندوة التي نظمتها دائرة التوعية والإعلام بالتعاون مع مديرية بيئة نينوى وجامعة الموصل كلية الحقوق تحت عنوان التغيرات المناخية بحضور عدد من الوزارات والجهات الساندة. أقامت كلية الحقوق بالتعاون مع مديرية بيئة نينوى وعلى مستوى نشاط وزارة البيئة أيضا ندوة علمية تخصصية في موضوع حماية البيئة، والتي حاولت أن تسلط الأضواء حول أهمية البيئة وأهمية التحرك الفوري والعاجل من أجل توفير كل الضمانات الأساسية التي تكفل الوصول إلى مجتمع عراقي خالي من مظاهر التلوث وحماية البيئة بكل مظاهرها، والأمر يحتاج إلى حملات تثقيفية وتوعية، ويحتاج أيضا إلى المزيد من الإجراءات التشريعية والمزيد من الإجراءات التنفيذية ومشاركة جميع القطاعات الاجتماعية. تنفيذ التعليمات البيئية وتطبيقها لغرض الحد من الاحتباس الحراري في العراق في ضوء القوانين المعروفة لدى القوانين البيئية المعتمدة لدى الوزارة. السادة المحاضرين أفاضل من قبل جامعة الموصل أعطوا صورة إيضاحية حول دور القانون وتطبيقه في الحد من مظاهر الاحتباس الحراري الحاصلة في المجتمع. وطالبت جمعيات مختصة بالبيئة الجهات ذات العلاقة أن تمد مدينة الموصل بمساحات خضراء لتلطيف الأماكن والحفاظ على موارد البلاد من تأثيرات التغير المناخي من خلال تنمية الموارد المائية والحفاظ على الأراضي الزراعية، وأيضا تحسين نظم إدارة المحاصيل وحماية التنوع البيولوجي. المحاضرة تناولت خارطة الطريق الحكومية عبر وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، كيف عملية تكييف وتقليل وتخفيف كافة القطاعات، وأيضا بعض التطبيقات التنمية المستدامة مثل النقل المستدام، كلها عرضنا، وعملية ترشيد المياه موارد المياه وتقليل واستحداث تقنيات حديثة. طبعا هذه المحاضرة جاءت ضمن يعني إحدى المحطات في خارطة الطريق الحكومية في تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وبين المديريات كممثلين عن وزارة البيئة. وتسعى وزارة البيئة على إشراك المؤسسات التعليمية لتعزيز دور البحث العلمي ليتسنى تقديم الدراسات والبحوث لوضع المعالجات المناسبة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية ودعم المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. سلوكنا حضارة، بيئتنا اهتمام، لنحافظ عليها سليمة ونظيفة.
بيئة سليمة، إنسان ينبض صحة وحياة. غرفة عمليات معلوماتية مشتركة بين مديرية المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي ودائرة شؤون الألغام لتقييم المواقع التي تم تطهيرها من الألغام والمقذوفات الحربية. تعالوا معنا لمشاهدة التفاصيل من خلال التقرير الآتي، فإلى هناك. في إطار تعزيز العمل التشاركي مع كافة الجهود الوطنية العاملة في مجالات شؤون الألغام ومنها مديرية المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي، أطلقت دائرة شؤون الألغام غرفة عمليات معلوماتية مشتركة بهدف تقييم المواقع التي سبق لهيئة الحشد الشعبي من تطهيرها بهدف إدخالها ضمن قاعدة البيانات المعتمدة لدى الدائرة والمعروفة بالأمزمة. قدار شؤون الألغام غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي مديرية المتفجرات لتقييم المواقع التي تم تطهيرها في وقت سابق من قبل مديرية المتفجرات تابعة للحشد الشعبي، واليوم نحن في زيارة لإحدى القرى التي تم تطهيرها سابقا للوقوف على هذا الإحداث وتأكد من تطهيره بشكل دقيق بهدف إدخاله ضمن قاعدة المعلومات ولمتابعة أهم ما تحقق على هذا الصعيد ميدانيا وعدد الأحداثيات التي تأكد تطهيرها من قبل مديرية المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي واعتمدت نهائيا ضمن قاعدة بيانات دائرة شؤون الألغام. يحدثنا مدير قسم إدارة المعلومات في دائرة شؤون الألغام قائلا: تم تشكيل فريق مشترك من كوادر دائرة شؤون الألغام متمثلة بقسم العمليات والمركز الإقليمي الشمالي وقسم إدارة المعلومات وقسم التوعية والإعلام في الدائرة لتضمين الجهد الوطني الخاص بالحشد الشعبي، وعليه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد معاون مدير عام الدائرة وعضوية مدراء الأقسام وتشكيل فريق كامل بالإضافة إلى أعضاء من الحشد الشعبي ووزارة الدفاع لتضمين هذا الجهد. يشار إلى أن مديرية المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي قد تم انضمامها للجهد الوطني العامل في مجالات شؤون الألغام المختلفة، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية لبرنامج شؤون الألغام الوطني على صعد أنشطة وعمليات شؤون الألغام المتعددة في هذا الإطار. الآن أحبتي المشاهدين ننتقل سويا لمتابعة الحقيبة الأخبارية التي تضم أهم الأخبار والفعاليات والمهام التي تقوم بها الوزارة في بغداد وبقية المحافظات، فلنتابع سويا. حسب توجيه وزير البيئة المهندس نزار آمدي في تعزيز العمل التشاركي في دعم وزارة الصحة في مواجهة الإصابات بالحمى النصفية، تنفذ دائرة التوعية والأعلام والفرق الفنية والتوعوية في بغداد والمحافظات بالتعاون مع الشرطة البيئية حملات توعوية مكثفة لعدد من أسواق ومحال القصابة في بغداد والمحافظات للحد من خطر الإصابة بمرض الحمى النصفية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة ومدير عام دائرة التوعية والأعلام البيئي أمير علي الحسون أن الحملات تضمنت جولات ميدانية للإذاعة المتنقلة وتوزيع الفولدرات التوعوية الخاصة لوقاية عمال القصابة والمواطنين من الإصابة بهذا المرض وطرق الحماية وتوعية أصحاب محال القصابة بضرورة جزر المواشي في المجازر الرسمية وبإشراف الطبيب البيطري ورمي مخلفات الجزر في الأماكن المخصصة للحفاظ على النظافة العامة. قام فريق من مديرية بيئة بابل بإجراء جولات رقابية على بعض مشات بيع الزهور والنباتات في قضاء الهاشمية التابع لمحافظة بابل للإطلاع على أنواع ومصادر الشتلات الموجودة داخل المشاتل، وتبين وجود أنواع مختلفة من الشتلات المحلية والمستوردة المسموح تداولها وعدم وجود أنواع ضارة بالبيئة المحيطة.
نفذت الفرق الرقابية في بيئة كربلاء المقدسة جولات تفتيشية على محطات توليد الطاقة الكهربائية ومنها محطة كهرباء كربلاء الغازية، وذلك لإعداد لائحة للمتطلبات البيئية الخاصة بالوقود وإدارة النفايات والضوضاء والحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتقديم الإصحاحات البيئية المطلوبة. ميسان جولة ميدانية على عدد من معامل الطابوق في منطقة إكصابة بعد ورود شكوى من قبل أهل المنطقة جراء تأثرهم بتلوث الهواء من الغاز الناتج من احتراق الوقود من أفران معامل الطابوق وعدم ربط منظومة الاحتراق بمداخن المعامل. وتم تشكيل فريقا بيئيا لمتابعة موضوع الشكوى والقيام بزيارة ميدانية لمنطقة إكصابة وإجراء الكشف اللازم لمعامل الطابوق. أجرت فرق شعبة التحاليل البيئية في بيئة النجف الأشرف 248 فحصا كيميائيا وأربعة نماذج من الغبار المتساقط موزعة على عموم المحافظة. الفحوصات شملت مختلف المصادر المائية ومنها المياه الجوفية والمسطحات المائية والآبار الأرتوازية والمياه الصناعية. هواؤك، ماؤك، أرضك، ملكك، حافظ عليها من التلوث. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومهام جديدة للوزارة. إلى اللقاء.